هي بصراحه ماشي، انا بالنسبه لي انا بعدا بالنسبه للعمل ديالي كتجيني شويه صعيبه بالنسبه للصباح، اما في العشيه ما عنديش مشكل، العشيه تتكون مزيانه، ولكن في الصباح صعيبه لا الوليدات الصغار من المدرسه ولا الكبار اللي كيخرجوا في الصباح بكري. يعني بالنسبه للسته نخرج فيها انا، يعني هي الخمسه اللي بغيت نخرج فيها، يعني صعيب عليا باش نخرج انا بنت ك تسميتو ما يمكنش تخرج في هذيك اللحظه هذيك تاع الصباح بكري، وصعيب تكون ساكنه في واحد المكان اللي ما يمكنش تخرج منه وحدها، وهذا وما كاينش حتى اللي يخرج معاك، يعني عندنا يعني مشكل كبير فيها. انا بالنسبه لي انا من الاحسن ما يديروهاش. المهم انا بالنسبه لي هذه الساعه ما مزيانهاش، علاش؟ حتى مع الصباح تفيق من عندك تولي عاوتاني بكري، وفي العشيه من الاحسن تكون تبقى الساعه كيف ما هي. انا هادشي اللي بغيت، هذا وجهه تاع النظر ديالي، لان الساعه ما تزادش الساعه. انا بالنسبه لي على حسب القرايه مثلا، من المخصص تبقى الساعه هي هذيك بلا ما يزيدنا ديك الساعه، تتولي عاوتاني في الصباح تتفيق بكري، وعاوتاني لما تبقى الساعه كيما هي على حسب القرايه. انايا في المشاكل في القرايه انا لي شانيي ما دالير لي يورا كلك فوا دي زافي بيسك سا اريف سوفان بار سيربريز اي موا بارسيلمون جي سوي اتيديان جي بي راكونتري parfois des heures supplémentaires au niveau du cours, mais une fois que le cours ça change brusquement, je peux avoir des difficultés au niveau de l'emploi du temps. Sinon, je vois pas que il y aura beaucoup d'effets sur ça. قلت لك بالنسبه للساعه الاضافيه ما تبان لنا مزيانه اصلا. اللي صعيبه هو اللي يخدم مع 7 الصباح في شي وقت، ولكن تيبان لنا ما كاينش اضافه في المغرب يخدم مع 7 الصباح، اغلبيه 8 و8 راه دابا شاد بعض تقريبا 8 بان طو. المهم انا بنتي مزيانه بالنسبه لي انا، ما عرفتش نقول لك بالنسبه قلت لك انا الطول. المهم ياك الشمس بان طلعت الشمس الدنيا مضويه هانية خايبه عليك انت قاد جا مظلمه ولا راه بين شويه الناس في الطوع اجي. بالنسبه لنا حنايا صناعيه ما عندنا حتى مشكل في هذه الساعه، الا زادوها ولا نقصوها حنايا ما كنخدموش بها اصلا، ما عندنا فيها حتى يعني ما كتزيد علينا غير الصداع الفياق بكري، ما كاينه معنا يزيد لنا شي حاجه شي قوانين شي حاجه، وما بالنسبه للسوايع ينقصوها ولا يزيدوها ما عندنا فيها غرض. ايام من ناحيه الصيف مزيانه تتبقى ناس بعدا واحد شويه، لا اصلا اي لا شي واحد الا مشى بالسيستم ديالو العادي راه فهمتيني، اما زايده ساعه ناقصه ساعه فهمتيني 8 راه هي اما حتى شي حاجه ما تتبدل، ثلاثة تزاد هي تتزاد هي المكان اللي تتزاد، اما الوقيته راه تتبقى هي واحد الناحيه تتكون زوينه هي في العشيه، حيت بنادم تيدخل بكري في حالته، اما بالنسبه للصباح بالنسبه لمساله الفياق الصباح للدراري الصغار وهذا الشيء وحنا نيت مولفين نعاس الخمير تتجينا شويه صعيبه، ولكن ثاني هي ديك السيمانه لو تتكون عاوتاني تنتعودوا عليها راه حنا عادي، اي حاجه كانت راه تنتعودوا عليها.